السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنتونة سلوى، والنهاردة إن شاء الله هجاوب على أكتر سؤال بتسألوني عليه، إيه نوع الخبز اللي ناخده عشان نخس وكمان نحس بالشبع؟ هنعمل النهاردة خليط ما بين نوعين من الدقيق اللي فعلا فعلا بيظبطوا مستوى السكر في الدم، بيحسسوا بالشبع، مليان ألياف، بيقلل الكوليسترول، يعني مش عارفة أقول لكم على الفوائد بتاعتهم. النهاردة هنعمل دقيق الشعير مع دقيق الشوفان، وهنجهزهم كده مع بعض، ونجهز منهم بعد كده في وصفات تانية انواع من المخبوزات اللي هتعجبكم جدا. لو انتم مكسلين تخسوا او مش عارفين تبدأوا منين، ابدأوا من الخبز، بطلوا تماما المعجنات والخبز اللي هو معمول من الدقيق الابيض، وجربوا كده تستبدلوه بالشعير والشوفان وشوفوا صحتكم هتكون احسن ازاي بغض النظر عن التخسيس. تعالوا بقى نحمص الشوفان والشعير علشان ناخد منه طعم احلى بكتير، وكمان يتطحن معايا بسهولة. شرط الوصفة ان احنا نشتري الحاجات دي حبوب كاملة، يعني نروح نشتري الشعير زي ما احنا شايفين ده بيكون شكله، وكمان الشوفان الحبة الكاملة، ما نروحش نشتري الدقيق ده جاهز كده من عند العطار. احنا عايزين نتأكد ان كل الالياف وكل الحاجات موجودة فيه، وان فعلا ما فيهوش عليه خلطات تانية. في طاسة بقى على النار تبتدي تحمصيه لحد ما تلاقي كده الشعير يبتدي يطقطق، هتحطي عليه الشوفان، وعشان تزودي النكهه بتاعته تقدري تحطي الكمون، الحب، الهيل، الكزبره، الحاجه اللي انت بتحبيها. طالما كده كده احنا هنطحن في المطحنه، فحطي الحبوب كامله مش مطحونه، وكمان هتاخدي ريحه احلى بكتير. شايفين كده هو اتحمص وبقى لونه اشقر شويه وطقطق كده في الطاسه، فباين ان هو اتحمص كويس، والتحميص الكويس هيخليه يطحن معايا بسهوله. ده بيكون شكله. تخيلوا ان احنا عندنا الدقيق بتاعنا وعاملينه ومتأكدين من مصدره، ونعمل منه المخبوزات اللي بنحبها ان شاء الله. مجهزة لكم وصفات كتير بنوع الدقيق اللي هو الميكس ده. الوصفة الجاية ان شاء الله هنعمل بيه توست جميل جدا، مشبع جدا جدا. هعمل ايه بقى؟ هجيب اي مطحنة، طبعا بعد ما الخليط يكون برد شوية، مش لازم يبرد تماما، واطحنه. يعني شايفين حاجة اسهل من كده؟ ممكن تشتري نص كيلو من الشعير ونص كيلو من الشوفان، وتجربي في الكمية دي. هتقفي مرة واحدة وهتطحني الكلام ده كله مرة واحدة، وبعدين تخزنيه عندك في التلاجة وتستعملي منه في الوصفات. وحاولي كده بالتدريج تبطلي الدقيق الأبيض، وشوفي لوحدك هتخسي. يعني لو مش عايزة تعملي أي حاجة تاني غير اللي انت بس تسيبي الدقيق الأبيض والمعجنات اللي بالدقيق الأبيض وتستبدليها بحاجات صحية، شوفي كمان هتلاقي نفسك بتخسي على طول. دلوقتي انا بعد ما طحنته محتاجة ان انا انخله، عشان برضو في حاجات ما اتطحنتش كويس. فهعمل ايه؟ هجيب اي مصفى او منخل وانخل الخليط اللي احنا طحناه ده. دي المصفى، واللي انا هنخله ده يعني اللي هيبقى فوق في المصفى هاخده تاني واطحنه تاني، فهينعم معايا. هنشوف دلوقتي. في ناس قالوا لي في التعليقات لما عملنا خبز الشعير ان طعمه مش مستساخ، ولكن الطريقة دي هتخلي طعمه هيكون مستساخ. كمان السعرات الحرارية للدقيق ده متوسطة، يعني ولا هي عالية ولا هي منخفضة، ولكن كمية بسيطة منه فعلا بتشبع. لما نعمل منه التوست ان شاء الله هتشوفوا قد ايه، ان انتوا هتاخدوا قطعة واحدة من التوست كده هتلاقوا نفسكم شبعانين جدا على حتة اي حاجة، لو خدتوا اي حاجة عليها هتشبعوا. شايفين كده بقى ناعم جدا. والخليط اللي اتبقى في المصفى هرجعه تاني في المطحنة وابتدي اطحنه. بأكد تاني، مهم جدا ان احنا نشتري الشعير بنفسنا والشوفان بنفسنا، ما نروحش نشتري الدقيق كده والعطار يقول لنا ده جاهز وكده. لا، انا مش عارفه هو هيكون حاطط فيه ايه، ولكن انا دايما بقول لكم الحاجه وعلى راحتكم. شايفين كده هو ده الميكس اللي احنا هناخده ونعبيه جوه برطمان ونستعمله في الوصفات الجايه ان شاء الله. هنعمل منه خبز هيعجبكم جدا جدا، ولو خدنا منه اي حاجه بسيطه فعلا هيشبعنا. اتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامه.